نظم مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة المؤتمر الطبي بعنوان اليوم العلمي للجينوم في دورته الثانية. أكد مدير مركز البحوث الطبية اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديث، وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة. تضمن المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات لنخبة من الخبراء المتخصصين لاستعراض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال أبحاث الجينوم. حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة، فضلا عن نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة من القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب، وعدد من الخبراء الأجانب.